منصة ووتشت هتبدأ عرض أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل الدراما الوثائقية أم الدنيا للنجمة الجميلة سوسن بدر وإخراج محمود رشاد يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله يوم 6 يونيو. والجزء الأول كان اتعرض السنة اللي فاتت على المنصة وحقق نجاح واسع ما بين كل الناس الحقيقة، لأنه كبير وصغير مهتم جدا بحتة التاريخ دي، ومسألة أنه يتقدم بطريقة بسيطة بطريقة تناسب الجميع دي مسألة مهمة. يتقدم بفكر مصري خالص دي برضو مسألة في غاية الأهمية، أنه إحنا ما ناخدش وجهة نظر حد تاني في تاريخنا، إحنا اللي نحكي وإحنا اللي نقول وجهة النظر الصحيحة في التاريخ، ويمكن علشان كده حقق هذا النجاح الكبير. خلينا نروح مع حضراتكم لأستاذ محمود رشاد مخرج السلسلة الوثائقية أم الدنيا. أهلا بحضرتك ومبروك الجزء الثاني، ويعني عايز أعرف منك الكواليس والأماكن اللي صورتوا فيها والحكايات اللي جاية في الجزء الثاني، وتحديات كمان أني أعمل عمل وثائقي عن مصر بتاريخها الكبير بطريقة مبسطة توصل لكل الناس. مساء الخير، ازي حضرتك؟ ومتشكر جدا على المقدمه الجميله دي، ربنا يخليكي. الحمد لله احنا الجزء الثاني خلصناه خلاص وهنبدا العرض الاسبوع الجاي باذن الله. الجزء الثاني بيتكلم من مكان ما الجزء الاول خلص. الجزء الاول خلص مع انتهاء عصر البطالمه وموت كليوباترا، فاحنا بنبدا الموسم الثاني من موت كليوباترا ودخول الرومان وبينتهي عند الخلافه الفاطميه، فهي حوالي 1000 سنة في تاريخ مصر، ولكنها 1000 سنة مكثفة بالأحداث والتغيرات الثقافية وتشكيل الهوية المصرية بشكل كبير حصل في الألف سنة دول. فهو ده الموسم الثاني، وعشان كده احنا حتى مسمينه احنا مين، لان هو يعني في الألف سنة دول اتبنى العناصر الأساسية للهوية المصرية اللي احنا عايشين بيها لحد النهاردة. فأتمنى بجد انه يعجب الناس، وزي الجزء الأول وأكثر، هو مختلف بشكل كبير جدا عن الجزء الاول لاسباب كثيره، لاختلاف الموضوع. الجزء الاول كان بيتكلم عن مصر القديمه، الجزء الثاني عندنا دخول الرومان بدايه دخول الديانه المسيحيه مصر والتاريخ الكنسي القبطي العظيم. وبعد اعتقد كده كمان بتتناولوا مسار العائله المقدسه، وده يمكن يعني الناس كلها عايزه تشوفه. عايزه اعرف كواليس التصوير في الاماكن دي. هو كواليس التصوير هي من السنه اللي فاتت، هي طبيعه العمل نفسه مرهقه للغايه. دايما على طول في اماكن اثريه الصبح، من بنشتغل من الفجر لحد المغرب، اماكن خارجي كلها. وكمان ضاف عليها في سيزون 2 ان الدراما كمان بقت اكتر بكتير من الموسم الاولاني. الموسم الاولاني جايز اعتمدنا بس استاذ محمود ده على قد ما بيبقى تحدي، لكن يعني اكيد بتشعر بفخر شديد وانت بتشتغل الحاجات دي عشان تطلع الصوره دي. عايز اعرف اكتر الاماكن اللي انت فضلت معلقه معاك بعد التصوير كمخرج، كنت شايفها من اعظم الاماكن للتصوير في الموسم الثاني ولا عامه؟ في الموسم الثاني. في الموسم الثاني دير المحرق من الاماكن اللي علمت معايا انا بشكل شخصي قوي، ودير الانباب خوميوس اللي في الاقصر برضو علق معايا جدا. يعني في اماكن مختلفه قوي في الموسم الثاني، وجايز قصص ناس كتير ما تعرفهاش. دير القديسه دميانا، يعني اماكن انا نفسي ما كنتش اعرفها قبل ما نبدا رحله البحث الطويله والكتابه بتاعه الموسم الثاني. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمود رشاد، وببارك لك وكل صناع العمل. شكرا جزيلا أستاذ محمود رشاد مخرج السلسلة الوثائقية أم الدنيا، وكل التوفيق والنجاح إن شاء الله للموسم الثاني، هتشوفوه على منصة ووتشت ابتداء من الخميس اللي جاي بإذن الله.